المزيد من حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين في إطار المتابعة المستمرة لإدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن مواد غذائية، مستلزمات طبية، وأيضا يعني أشياء من الركائز الأساسية في قطاع غزة الآن، وهي شاحنات المواد البترولية تدخل عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. يعني ربما خلال أيام عيد الفطر فقط دخل من خلال معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم ما يقرب من 1000 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة للأشقاء في قطاع غزة. بالطبع يعني هذه المساعدات المختلفة لا تأتي عبر الأرض فقط، ولكن أيضا الإسقاطات والإنزالات الجوية الخاصة بالقوات المسلحة المصرية التي تدخل لشمال قطاع غزة بسبب عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات ليستفيد منها المواطنين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن أيضا اليوم هو يوم السبت في الناحية الأخرى، ناحية الأراضي المحتلة، وبالطبع يعني هذا سبب كبير لتقليل نسبة الشاحنات التي تدخل من الناحية الأخرى، وأيضا تعرق القوات الاحتلال يعني دخول هذه الشاحنات بعدد من الحجج المختلفة، إما بأنه إجازة رسمية مثل اليوم، إما بأنها يعني التفتيش الطويل والتدقيق الطويل لهذه الشاحنات مما يؤخر دخول هذه المساعدات، وفي بعض الأحيان أيضا تمنع الأشياء الأساسية مثل الألبان على سبيل المثال الذي يدخل للأطفال يمنعه من الدخول أساسا إلى قطاع غزة. هذه نقطة. النقطة الأخيرة أيضا وهي المصابين الذين يخرجون بالفعل من قطاع غزة، ما زالت سيارات الإسعاف متواجدة لاستقبال عدد كبير من هؤلاء الأشقاء ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة التي حددتها وزارة الصحة المصرية. هذه ربما نظرة عامة عن إدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. الآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.